السلام عليكم. انفجارات غامضة ومتتالية عادت من جديد، هذه الانفجارات طبعا الغامضة مرة أخرى إلى الداخل الإيراني، وضربت إيران هذا اليوم بشكل متوالي. الخمسة أيام الماضية كانت صعبة للغاية على إيران في ظل توقيت صعب في المفاوضات النووية بكل تأكيد. هذا الأمر هو إحدى أخطر الانفجارات، تحدثت عنها بشكل رسمي وزارة الدفاع الإيرانية بنفسها، هي التي تحدثت عن هذا الانفجار الذي طبعا جاء صباح هذا اليوم بتصريحات رسمية في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها، وهي بارشين التي تأتي تقريبا إلى جنوب شرق طهران. هنا طهران بهذا الاتجاه كما تلاحظون. هذا الانفجار الذي نتحدث عنه ووزارة الدفاع الإيرانية تحدثت عنه، قالت بأنه طال إحدى المراكز البحثية الخاصة بوزارة الدفاع الإيرانية، وأدى هذا الأمر طبعا إلى مقتل شخص واحد هناك، هو أحد المهندسين في هذا المركز، والآخر طبعا جرح ونقل إلى المستشفى. والمثير بهذا الأمر أن هنالك مصادر أجنبية تحدثت بأن هنالك طائرات مسيرة هي من قامت بمهاجمة هذا الموقع، وأدى هذا الأمر إلى هذه الانفجارات التي سمعنا عنها. وهذا السيناريو يشبه تماما السيناريو الذي تم في كرج تحديدا، هنا إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران، أو شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، في المنشأة التي يتم فيها تصنيع أجهزة الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم طبعا بكل تأكيد. الحادث الذي جاء منتصف العام الماضي لهذه المنشأة بهذا الشكل بحسب توثيق الانتل لاب، منتصف العام الماضي بهذا اللون الأصفر كان هو الهجوم الذي طال هذه المنشأة بالطائرة المسيرة كما تلاحظون هنا. الضربة كانت قادمة بهذا الاتجاه. هذه المنشأة هي المنشأة الوحيدة التي يتم فيها تصنيع أجهزة الطرد المركزية الإيرانية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وطبعا هذا الحادث هو تسبب في مشاكل حقيقية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران لمدة 5 أشهر، إلى أن وصلنا إلى طريق واتفاق بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد ذلك أدى هذا الأمر إلى نقل بالنسبة لإيران، توقفت تماما عن العمل في منشأة كرج في صناعة أجهزة الطرد المركزية، ونقلتها إلى منشأة نطنز تقريبا إلى جبل يأتي إلى جنوب هذه المنشأة على عمق 3 طوابق. وبالتالي أصبحت هنالك في منشأة نطنز تخصيب لليورانيوم بنسبة 60%، وهي قريبة من النسبة 90% التي ممكن أن تصل إلى القنبلة النووية بهذا الشكل الذي أذكره لكم. وكذلك أن هنالك طبعا كما نتحدث الموقع الذي يتم فيه تصنيع أجهزة الطرد المركزية في نفس الموقع بهذا الاتجاه، وبالتالي الطائرات المسيرة أصبحت حاضرة في استهداف مثل هذه المنشآت. ولكن الأهم، لماذا استهدفت هذه المنشأة؟ المنشأة هذه التي نتحدث عنها هي عبارة عن مجمع معروف للغرب منذ عام 2005، وهنالك تقارير غربية تتحدث عن هذا الموقع. الموقع هذا باختصار شديد جدا هو مرتبط بالبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر. وطبعا باختصار شديد أيضا بأن التقارير الغربية تتحدث أن في هذا الموقع في مجمع بارشين تحديدا تتم عملية دراسة وضع الصواريخ والرؤوس النووية على الصواريخ البالستية تحديدا، التي وصلت الآن ووصل مداها بالنسبة لإيران إلى 2000 كيلومتر، أي بما معنى بأن هذه الصواريخ البالستية ممكن أن تضرب البحر المتوسط من دون أي مشاكل. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذا الأمر أن يصل بأي شكل من الأشكال إلى أي طريق، والمصادر الأجنبية تتحدث أيضا بأنها تحاول من إبطاء هذه المسألة، وجود قنبلة نووية على سبيل المثال من دون المقدرة من وضع هذه القنبلة النووية أو الرأس النووي على الصواريخ البالستية لن ينفع بشيء. هذه بحد ذاتها تعتبر قضية بحسب الخبراء الأمريكيين، أكدوا بأن الأمر تحتاج إيران إلى 2 سنين على الأقل من أجل الوصول إلى هذا الأمر. هذه المنشأة وبالعودة إليها مرة ثانية التي نتحدث عنها، أيضا التقارير الغربية تحدثت بشكل واضح بأن هنالك عملية تجارب لانفجارات تقليدية يمكن تطبيقها كانفجارات نووية، أي بما معنى وكأنها محاكاة لعملية أو تفجير النووي. والوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق وأن زارت هذا المجمع المهم منطقة بارشين تحديدا، وزارت مناطق معينة قريبة منها وقامت بعملية التدقيق على المناطق البيئية حولها، ولم تجد أي نشاط نووي كما تحدثنا. انفجارات تقليدية تطبق
معركة نووية هذا الموقع ضرب وطبعا وفجر بحسب وزارة الدفاع طبعا الإيرانية وكما تحدثت العديد من الوكالات الإيرانية. ولكن الأهم ليست هنالك أي صور، ليست هنالك صور حقيقية حية من الأرض أو حتى قادمة من الأقمار الصناعية، بسبب أن هذا الانفجار لا زال حديثا. قد تكون الأيام القادمة والساعات القادمة كفيلة بأن نحصل على صورة لهذا الموقع الذي نتحدث عنه. ولكن بالتوجه بالأقمار الصناعية وبالقمر الصناعي إلى هذا الموقع مع أخذ عدد من الاحتمالات، ممكن أن نصل إلى فهم أفضل لطبيعة هذه المواقع التي ممكن أن تكون أو الموقع الذي ضرب الآن بالهبوط بهذا الشكل مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران. هنا كما تلاحظون هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وهذا هو الموقع تقريبا الذي تم استهدافه بهذا الشكل، وهي منطقة بارشين التي تبعد على مسافة 30 كيلومترا بهذا الشكل. دعونا نهبط إلى هذه المنطقة المهمة للغاية التي شهدت حدثا كبيرا جدا حتى هذه اللحظة. الجميع يترقب ما الذي جرى وكيف تم هذا التفجير. بكل تأكيد هذه المنطقة كما تلاحظون هي ليست منطقة صغيرة، كل هذه المنطقة هي تعتبر منطقة ومجمعات لعملية هذه التجارب الصواريخ ومرتبطة بالبرنامج الصاروخي النووي. كما تحدثنا المنطقة هذه استهدفت في عام 2007 وضربت في عام 2014 وفي عام 2020، وها نحن في عام 2022 كانت هنالك أيضا حادثة. في عام 2020 كان استهدافا وهنالك استهدافا لإحدى الخزانات للغاز الصناعي كان موجودا، انفجر في هذه المنطقة تحديدا. وبالتالي على هذا الأساس إذا ما أخذنا على سبيل المثال طبيعة الانفجارات لكي نفهم كيف تكون هذه الانفجارات كبيرة، إذا ما أخذنا ما جرى في عام 2014 عبر الأقمار الصناعية ونذهب إلى هذه المنطقة لنقترب منها قليلا، وبالاقتراب من هذه المنطقة الآن فقط لنقارن لنرى هذه المنطقة الوسطية التي كان فيها انفجار هائل للغاية، سنجد أنفسنا طبعا بهذا المكان. ستلاحظ بأن هنالك العديد من المنشآت الموجودة. الانفجار في عام 2014 جاء في هذه المنطقة الوسطية، كانت هنالك أضرارا كثيرة على هذه المباني، وكذلك كان هنالك ضررا كبيرا جدا على المباني التي تأتي جنوبا من خلال هذه الصورة، وكذلك كانت هنالك أضرارا هائلة جدا بسبب شدة الانفجار الذي نتحدث عنه. دعونا نأخذ المنطقة الوسطية والجنوبية وبعدها ننتقل إلى هذه المنطقة التي تأتي ومن الممكن أن نطلق عليها الشمالية بهذا الاتجاه، وبالتالي بالذهاب إلى القمر الصناعي لنأخذ نفس الصورة ونفس اللقطة. هذه هي اللقطة قبل. دعونا نركز قليلا على هذا المبنى وهذا المبنى وهذه المباني الأربعة التي ترونها، وتحديدا دعونا نترك هذا المبنى تحديدا ونركز على هذه المباني الثلاثة التي ستختفي تماما في الصورة القادمة، والأضرار التي ستأتي على هذه المباني مع المباني الجنوبية بأخذ هذه الصورة بعد الانفجار. ما الذي جرى ستلاحظون بعد الانفجار؟ اختفت تماما هذه المباني الثلاثة، أضرار هائلة جدا بسبب الانفجار الذي تحدثنا عنه. ولاحظ الأضرار بهذا المبنى وغيرها كيف أنها تضررت بشكل كبير بسبب هذا الانفجار، وبالتالي واضح جدا طبيعة الانفجار، هو واضح على نقطة ليست بالطبيعية وليست بالعادية. كذلك إذا ما توجهنا إلى المنطقة الشمالية التي تحدثنا عنها، فهذه المباني كما ترون أمامكم تضررت كلها بشكل خطير للغاية أيضا، وهذه المباني كلها تقريبا الظاهرة أمامكم تضررت بشكل ليس بالطبيعي أبدا بعد هذا الانفجار، وبالتالي واضح جدا نلاحظ كيف الانفجارات كانت حقيقة ليست بالسهلة، دمرت تماما، أخرجت هذه المنشآت خارج الخدمة، أخرجتها عن الخدمة تماما، وبالتالي لم يكن الانفجار طبيعيا. وبالعودة إلى القمر الصناعي الآن ونحن نتحدث عن عام 2014، أين كان هذا الانفجار في عام 2022؟ في هذا العام اليوم الحديث عن هذا الانفجار، هنالك كانت صورا قادمة من عدد من الصحف والوكالات الإيرانية مثل مهر نيوز على سبيل المثال، عندما نشرت هذا الخبر وضعت هذه النقطة التي ستأتي إلى غرب هذه المنطقة التي نتحدث عنها على مسافة 1.59 كيلومتر تقريبا، وضعت هذه الصورة ونشرت الخبر الذي تحدثت عنه بكل تأكيد. وهذه الصورة قالوا بأنها تعرضت طبعا، وهذه المنطقة إنها تعرضت إلى ضربة وغيرها، لم تقل تحديدا هذه المنطقة ولكن هي نشرت الصورة، بالتالي قد تكون هذه المنطقة هي التي ضربت فعلا. ولكن هنالك منطقة شمالية أخرى تحدثت عنها The Intel Lab منتصف العام الماضي، تحدثت في بارشين أن هنالك عملية مباني أربعة جديدة وضعت بهذا الاتجاه، وأن هنالك توسعة تأتي إلى شمال هذه المنطقة أو هذه الأربع
طبعا مباني التي نتحدث عنها. ركز ذا انتل لاب على هذه المباني الأربعة. أين هذه المباني الأربعة؟ دعونا الآن نعود إلى القمر الصناعي مرة ثانية، والتي قد تكون أيضا هي الهدف الذي ضرب بكل تأكيد، بالتالي بالابتعاد قليلا بالقمر الصناعي الآن فقط لنتوجه إلى تلك المنطقة. سنلاحظ بأننا سنذهب إلى منطقة بعيدة للغاية بهذا الاتجاه تقريبا. سنتوجه الآن بالقمر الصناعي مباشرة إليها، وسنلاحظ المنطقة والمباني الأربعة التي نتحدث عنها. قد تبدو وكأنها ضربت هذه المناطق أو المباني الأربعة، ولكنها لم تضرب في حقيقة الأمر. لا زالت الأقمار الصناعية قد تكون لديها إجابة بكل تأكيد عن هذه المواقع المرشحة فعلا أن تكون هي التي أصيبت مرة ثانية. ولكن الأهم من كل هذا الذي نتحدث عنه قبل ساعات من بدء هذا البرنامج وبعد الأنباء الكبيرة عن هذا الانفجار، كان هنالك انفجارا آخرا جرى وجاء إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران. هذا الانفجار كان كبيرا للغاية، والأنباء القادمة المحلية تحدثت بأنها جاءت في شارع دامافاند بهذا الاتجاه طبعا الذي ترونه، قالوا بإحدى التقاطعات الموجودة في شارع دامافاند هو الذي طبعا تسبب بهذا الانفجار. انفجارات غامضة هائلة للغاية تأتي داخل إيران، وهي تتزامن مع انفجارات كانت قد سبقتها ب 48 ساعة، مثل هذا المبنى الذي انهار بالكامل كما تلاحظون من وكالة فارس التي وثقت هذا المبنى، الذي طبعا سقط من 10 طوابق، انهار فجأة في أبادان التي تأتي مع الحدود العراقية ومحاذية للحدود العراقية. انهار هذا المبنى. أنباء حتى يومنا هذا بأن هنالك تزايدا في عملية القتلى وسقوط القتلى وانتشال الجثث من هذا المبنى الذي انهار بشكل مفاجئ. كذلك أيضا كان هنالك سقوطا لطائرة F-7 الحربية الإيرانية التي تأتي إلى شرق أصفهان على مسافة 200 كيلومتر، سقطت وقتل الطيار وقتل مساعده في عملية وفي قضية غامضة. انفجارات غامضة لا أحد يعرف كيف هي تأتي بهذا الشكل. وهنا القضية المثيرة، أن كل هذه الانفجارات التي نتحدث عنها هي جاءت مباشرة بعد عملية الاغتيال الكبيرة التي طالت هذا الرجل من قبل مجهولين في عمق وقلب العاصمة الإيرانية طهران. العقيد حسن صياد خدائي هذا الرجل الذي هو يعمل في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس الإيرانية التابعة للحرس الثورية الإيراني. وهنالك معلومات جديدة نشرت عن عملية الاغتيال نشرتها نيويورك تايمز لهذا الرجل ومما جاء من قبل هؤلاء المجهولين، والمعلومات التي نشرت هي عن الشخص الذي أوشى به أو أعطى معلومات عنه، وهو منصور رسولي الذي نشرت عنه الكثير من التفاصيل في نهاية الشهر الماضي. وقال طبعا بصريح العبارة والمعلومات تحدثت أن مجهولين أتوا إلى منزله أو اختطفوه من منزله بحسب المعلومات، وأخذوا جميع المعلومات عن الوحدة 840 وقاموا بعملية الاغتيال لهذا الرجل. ولكن الآن المعلومات الجديدة أن هؤلاء جمعوا معلومات بالنسبة للمجهولين الذين اختطفوا منصور رسولي، لم يجمعوا المعلومات فقط عن خدائي، ولكن جمعوا المعلومات عن سلسلة القيادات بأجمعها للوحدة 840، وهذا ما قالته نيويورك تايمز على أساس هذا الأمر. مسؤولون غربيون العملاء الذين خطفوا رسولي كانوا يسعون للحصول على معلومات حول سلسلة قيادة الوحدة 840. على هذا الأساس الواضح بأنهم لديهم سلسلة أو قائمة كاملة للاغتيالات قد نراها في الفترة القادمة لهذه الوحدة، وحدة 840 التي لم تعترف بها إيران حتى هذه اللحظة، ولكن المصادر الأجنبية تتحدث عنها بشكل مباشر. كل هذه التفاصيل والمثير تتزامن أيضا وتتزامن مع قرار مهم كان قادما من الرئيس الأمريكي جو بايدن، صدر قبل 48 ساعة عن مسؤولين غربيين للبوليتيكو الأمريكية المجلة الأمريكية المهمة، بأنه رفع يده عن الحرس الثوري الإيراني ولن يكون هنالك رفع للحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وبالتالي ليس هنالك أيضا تنازلات لإيران بعد الآن، وتعقدت المفاوضات النووية. البوليتيكو كشفت أيضا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ هذا القرار منتصف الشهر الماضي، أي قبل كل العمليات الاختيارات والانفجارات التي نتحدث عنها الآن. القرار كان قادما من منتصف الشهر الماضي، وهذه قضية مهمة للغاية يجب أن ننتبه إليها. أيضا بأن هنالك عقوبات مستمرة بدأت تظهر على إيران. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني ولتبييض الأموال الإيرانية بهذا الشكل، وكانت هنالك أيضا عملية ضبط اليوم بحسب رويترز والأنباء الرسمية أن الولايات المتحدة الأمريكية ضبطت إحدى السفن الروسية التي كانت تهرب نفطا إيرانيا، ضبطتها طبعا بالقرب من اليونان والجزر اليونانية، وهي الآن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصادرت هذا النفط بأكمله. بل إن الول ستريت جورنال أيضا أكدت بأن هنالك عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية
على شركات الروسية لديها ارتباطات وتعامل مع الحرس الثورية الإيراني. وعلى هذا الأساس نحن أمام ضغط أمريكي كبير، واضح بأن تداعيات هذا الضغط بدأت تظهر في الداخل الإيراني من خلال هذه الانفجارات الغامضة والكبيرة للغاية التي تجري في الداخل الإيراني.